في حياة الأمم والشعوب لحظات ومواقف لا تنسى، غيرت مجرى الأحداث وفرضت نفسها على صفحات التاريخ، نستلهم منها لبناء حاضرنا وصنع مستقبلنا، لتبقى دائماً حاضرة في ذاكرة الأمة. في 25 من نوفمبر عام 1867 ولد الاقتصادي العظيم محمد طلعت بن حسن محمد حرب، كان عضواً بمجلس الشيوخ، وقد أسس بنك مصر ومجموعة من الشركات التابعة له، وقد عمل على تحرير الاقتصاد من التبعية الأجنبية. في 23 من نوفمبر عام 1942 بدأت معركة العالمين خلال الحرب العالمية الثانية، والتي كانت بين القوات الألمانية والإيطالية بقيادة إيرفين روميل من جهة، وبين القوات البريطانية بقيادة مونتجومري من جهة أخرى. ومعركة العالمين من أهم معارك الحرب العالمية الثانية، وقد سميت بهذا الاسم لقربها من منطقة العالمين التي تبعد 90 كيلومتراً عن مدينة الإسكندرية. في 8 من نوفمبر عام 1966 استقبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بدار الرئاسة وفد الكونغرس الأمريكي بحضور السفير الأمريكي بالقاهرة، وقد بحث الجانبان عدداً من القضايا الخاصة بالشرق الأوسط. في 24 من نوفمبر عام 1969 قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإهداء درع القوات المسلحة للرئيس جعفر النميري رئيس مجلس قيادة الثورة السوداني بمناسبة هذه الزيارة التاريخية.
في 23 من نوفمبر عام 1997 تم افتتاح متحف النوبة في أسوان، وقد أنشأته منظمة اليونسكو لعرض الآثار الخاصة بالحضارة النوبية القديمة، متضمناً معلومات عن تاريخ النوبة من عصور ما قبل التاريخ وحتى الوقت الحالي، واستعراض أهم العادات والتقاليد النوبية. مشتاقين يا ناس للبيت لنكع الحبايب، لبلاد النخيل والغيط، عيون اللي غايب بالحب الكبير. عقارب الساعة لا تتوقف، ليمر الزمان ويتغير الواقع، لكن تبقى هناك لحظات حاسمة تظل حاضرة في ذاكرة الأمة.